بالنسبه للمباراه اللي كيف قلتي فكنظن ان الحظ ما ساعدناش فضيعنا فرص كثيره فالكل شاف هذه المباراه ويعني الحظ اللي ما كانش بجنب المباراه فبالنسبه للمباراه الديربي فربما هذا غيكون واحد التاثير ايجابي هذا النتيجه اللي غيكون لها تاثير ايجابي ان شاء الله باش نزيدوا نركزوا بشكل كبير في المباراه ديالنا. تكي بالك ان غيكون لها تاثير ايجابي ان شاء الله علاش لا اللاعبين لاحظتي يعني الرغبه ديال الرغبه بالفوز في النتيجه ديال هذه المباراه فكيأكد ان هناك يعني كاين فريق وكاين عمل جاد اللي كيخدم واش بصح كيما كيقول الجمهور دخلتوا للماتش وانتم رابحين بالعكس فكنا يعني من بدايه المباراه حنا كنحاولوا ف يعني درنا جميع المجهودات فربما قلت لك فالحد ما ساهمش في هذه المباراه.